السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لو اول مره تشوفونا يا ريت دعمونا بالاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب معانا اثبات سحب ب 45 روبل لموقع الاستثمار اللي بنعمله على طول اثباتات سحب. الموقع اللي قدامنا كله دي اثباتات سحب زي ما انتم شايفين يا شباب اهو. هنحط هنا المحفظه وهنحط هنا المبلغ وهنخش على بنك الباير يا شباب. هنلاقي عندنا اخر حاجه 1 روبل 31 سنت وهنعمل طلب سحب. اه يا شباب السحب تم. هنخش على بنك الباير ونعمل ريفريش. اه يا شباب السحب وصل وبكده الموقع لسه لحد الان صادق يا شباب. انا كده اودعت وديعة جديدة في الموقع هوريكم دلوقتي. هنخش كده على الودائع هنلاقي هنا 3 ودائع تموا بنجاح واستلمتهم لو ترجمنا كده باللغة العربية اهو اكتملوا. وودعت وديعة جديدة هتخلص يوم 22 يعني هتخلص بكرة ان شاء الله. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك والجديد معانا اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.